السلام عليكم مشاهدي الكرام ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج مباشرة معكم. موضوعنا لهذا المساء هو موضوع الخدمة العسكرية، والذي نعود لنقاشه بعد أن استكمل مختلف مساطره التشريعية وانتهت بمصادقة عليه من طرف المجلس الوزاري قبل أسبوع بالضبط يوم الخميس الماضي. سنحاول التطرق إلى أبرز مضامين هذا المشروع، هذا الورش الكبير الذي أعلن عنه في 20 من شهر غشت الماضي، مضامينه، الفئات المعنية والمستهدفة والمعفية منه كذلك، وكيف سيتم التعامل مع الذكور والإناث ومغاربة الداخل ومغاربة الخارج، وصولا إلى أبرز القيم والقيمة المضافة التي يمكن أن يرسخها على سبيل قيم المواطنة وقيم الاختلاط الاجتماعي وغيرها. لأجل هذا يسعدني أن أرحب هذا المساء بكل من سعد صادق بن عدي، رئيس قسم بمديرية الانتخابات بوزارة الداخلية. مرحبا بك معنا. مرحبا وشكرا على الاستضافة. شكرا على قبول الدعوة. أمينة التوالي، أنت رئيسة منتدى الشباب المغربي للألفية الثالثة، مرحبا بك. بارك الله فيك، شكرا على الإضافة. شكرا لك. بروفيسور إدريس المساوي، أنت رئيس الفيدرالية الدولية للعلاج النفسي وفاعل جمعوي عضو مجموعة الديمقراطية والحرية، مرحبا بك. شكرا لك. وباسم خابر، انت عضو مؤسس لحركه ولاد الدرب الجمعويه، مرحبا بك معنا. مرحبا. شكرا لكم جميعا على قبول دعوتنا. انتم كذلك مشاهدي الكرام بامكانكم كما جرت عاد على ذلك التفاعل مع النقاش الدائر في الاستوديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اساسا فيسبوك وتويتر على الرابط المثيل امامكم على الشاشه. نبدا بك سي بن عدي، كاين البعض يتساءل ويقول لماذا مثلا منذ الاعلان على المشروع في نهايه غشت الماضي، بالضبط في 20 غشت الماضي قبل مرات 6 شهور، ما كانش واحد النوع ديال التواصل والشرح وتحسيس المواطنين بهذا المشروع هذا، باش كتفسروا انتم هذا المده؟ نعم، المشروع ديال القانون تدرس من طرف مجلس الحكومات ومن طرف المجلس الوزاري، واحيل بعد ذلك على المسطره التشريعيه، وقد نال من النقاش داخل مجلس النواب وداخل المستشارين الوقت الملائم، وشارك فيه كل أعضاء الفرق وأبدوا فيه من النقاش ما أطراه وأغناه، وأدخلت بعض التعديلات على النص التي قبلت الحكومة. وموازاة مع ذلك كان هناك نقاش على مستوى التواصل الاجتماعي وعلى مستوى وسائل الإعلام، وأظن بأنه كان هناك وسيظل هذا النقاش مفتوحا وواكبا لعملية الإحصاء إن شاء الله وعملية تسجيل في الخدمة العسكرية إن شاء الله. اللي غادي هذه العمليات كلها غادي نفصلوا بها. أمينة التوبالي، في المنتدى المغربي للألفية الثالثة، كيفاش تلقيتوا أنتم هذا الإعلان على هذا المشروع؟ في الحقيقة هذا المشروع تقريبا بين المشاريع اللي كنا كنطالبوا بها احنا كهيئات شبابية، من بعد ما شفنا واحد المجموعة المشاكل اللي ولات كتقيس فئة ديال الشباب، وهو انه ولا الرقم الأول في مجال التطرف ولا الرقم الأول في الجريمة، كنشوفوا ان التجنيد الاجباري هو من بين الاليات اللي يمكن يتبنى الشباب في غياب مؤسسات اخرى بديله، لكن لن يكون الاليه الوحيده. هو الشباب اليوم اللي كتدخل لمواقع التواصل الاجتماعي وتطرح هذا النقاش كيقول لك احنا ما عندناش مشكل اننا نتجندوا وغادي نتجندوا عن طواعية، لكن على جميع المؤسسات انها تجند ايضا من اجل اصلاحات كبرى، من اجل ورش كبير يضم جميع المؤسسات بما فيها المؤسسات السياسيه، مؤسسات التعليم، مؤسسات التشغيل، يعني هذه الاوراق اللي عندها علاقه مباشره بالشباب. مقولة التشغيل الاجباري والتعليم الاجباري والصحه الاجباريه. هذه فعلا، وحنا كنا طالبنا ايضا بالخدمه المدنيه وتقنين خدمه التطوع لما لها من اهداف وقيم نبيله في المرحله الحاليه محتاجين لها بشكل كبير. نعم. بروفيسور المساوي، كيفاش كتشوفوا انت من وجهه نظرك هذا المشروع، هذا الخدمه العسكريه والتجنيد الاجباري، انه يمكن حسب بعض القراءات انه يعالج لنا مجموعه الاختلالات فيما يتعلق بالاختلاط الاجتماعي؟ كنعرفوا بان الفئات المجتمع كل فئه عايشه في بلاصتها، ما كاينش يعني فضاءات الى استثنينا ربما بعض المرات المباريات الرياضيه كره القدم، الفئات المجتمعيه كل واحد عايش في العالم ديالو. انا شخصيا تنحبذ هذه الفكره هذه، لانه كيف قلتي حقيقه غادي يؤدي ان واحد العدد ديال الفئات الاجتماعيه غادي يمكن تختلط بواحد الصفه اللي هي ايجابيه جدا. اللي تنشوف من الاشياء اللي تنشوف ان عندي بعض الاصدقاء مثلا في سويسرا اللي هي كل 15 كل سنه عند كل شخص في سويسرا 15 يوم لازم يؤديها مع الجيش، لازم.
وتنعرف واحد العدد ديال أساتذة في كلية الطب اللي هما عندهم البعض فيهم شهرة عالمية من الناحية العلمية وكذا. في هذاك ال 15 يوم تيلبس التريي وياخذ السلاح ديالو ويمشي للقشلة وتيمشي تما فرحان وناشط بحال غادي يدوز عطلة لأنه غادي يشوف واحد العدد ديال الناس وغادي تيوسع الآفاق ديالو. وهذا شيء مهم جدا. أنا بغيت نشير واحد القضية مهمة ان هذا عدم الاختلاط اللي عندنا الاغنياء في جهه والفقراء في جهه اخرى الى اخره هادشي ورثناه من فرنسا. ملي تمشي مثلا لواحد المدينه بحال لندن ولا في انجلترا ولا كذا تتشوف واحد الميبل عايشين فيه دي ملياردير وتتشوف على 200 متر ناس اللي هما يعني عندهم دخل ضعيف ولا كذا الى اخره. يعني هادشي ما كاينش دوك الجيتوهات وهذا الشيء هذا تنظن بانه لازم هاد الفكره هذه ديال التجنيد مزيانه مهمه جدا باش يوقع يعني واحد تجانس وخلط ديال يعني ديال الفئات الاجتماعيه. ولكن من جهه اخرى حتى على صعيد السكن خاصها تكون هذا شيء مهم جدا اننا في المستقبل خاصو يكون عندنا ناس اللي هما من افاق كثيره خاصهم يتعايشوا. سي باسم خابر، انتم في حركه ولاد الدرب ربما عندكم تساؤلات على القيمه المضافه اللي يمكن ان تحملها هذا المشروع، مشروع الخدمه الاجباريه، وتساؤل كان حتى في مواقع التواصل الاجتماعي ثلاث هذه الفتره، شنو راه غتحمل ربما هذه الخدمه العسكريه؟ هو حنايا في طبيعه الحال كحركه ولاد الدرب حنا حركه كتسعى لنشر قيم المواطنه والتنميه انطلاقا من ما هو محلي الى ما هو وطني. دونك كنطلقوا من الدرب كنامنوا بانه اي واحد خدم الدرب ديالو فهو بطبيعه الحال كيخدم الوطن ديالو. حنا هنايا جايين بالضبط ماشي باش نعطيو اجوبه، مي باش نعطيو تساؤلات، والتساؤل ديالنا بالضبط هو ما هي القيمه المضافه المتوخات من هذا التجنيد الاجباري بطبيعه الحال. واش حددنا شنو هي القيمه المضافه اللي غادي يضيف هذا التجنيد الاجباري بالنسبه لهذاك المنادى عليه المجند، وشنو هي القيمه المضافه اللي غادي يضيف هذا التجنيد الاجباري بالنسبه للمجتمع. السؤال اللي كيتطرح هو كيفاش غادي يمكن نحولوا هذه الخدمه العسكريه اللي هي بديهيا واجب وطني انها تولي فرصه حقيقيه للشباب للاندماج لا في سوق العمل ولا في جميع المناحي ديال الحياه، بحيث انه هذا التجنيد الاجباري يولي مرغوب. وغادي نعرفهم اللي غادي نتسالوا على المضمون ديال التكوين اللي غيكون فيه هادشي، امور كلها غادي نتسالوها. قبل من ذلك نتابع واحد التقرير من انجاز مريم الرئيسي اللي فيه ابرز بنود القانون المؤثر للخدمه العسكريه اللي هو الظهير الشريف يعني بتنفيذ القانون رقم 44/18 المتعلق بالخدمه العسكريه، ابرز المضامين ديالو اللي غادي نناقشوها مع سي بن عدي وضيوف الكرام. تابعوا التقرير. بعد مسار من النقاش والمصادقة بالبرلمان، قانون الخدمة العسكرية الإجبارية يصل هنا إلى المرحلة الأخيرة. مصادقة مجلس الوزراء برئاسة الملك محمد السادس القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية. مدة التجنيد حددت في 12 شهرا والفئة المستهدفة ما بين 19 سنة و 25 سنة. الإعفاءات من الخدمة العسكرية الإجبارية وجب تعليلها إما لأسباب صحية أو التحمل العائلي أو متابعة الدراسة، كما يمكن استدعاؤهم حتى سن 40 سنة. ويستثنى من التجنيد الإجباري من ارتكب جناية أو قضى أكثر من 6 أشهر سجنا نافذا. بعد نهاية الخدمة يصبح الشخص من جنود الاحتياط، ومن لهم مؤهلات تقنية ومهنية سيقومون بمهام داخل الإدارات العمومية. من سيستدعى للخدمة العسكرية الإجبارية سيتقاضى تعويضات تتراوح ما بين 1050 درهما و 2100 درهم حسب الرتبة. حسب قانون الخدمة العسكرية اللباس والعلاج والتغطية الصحية ومساعدات طبية أخرى ستوفر مجانا حسب الرتبة، كما سيستفيد المجند من تأمين عن أي ضرر يقع أثناء الخدمة. المجندون ملزمون أيضا بواجب التحفظ على الأسرار.
كل من امتنع عن التسجيل في الخدمة العسكرية الإجبارية يعاقب بالسجن من شهر إلى 3 أشهر وغرامة ما بين 2000 و5000 درهم، ومن يمتنع عن أداء الخدمة العسكرية بعد التسجيل يعاقب بالسجن بين شهر وسنة وغرامة بين 2000 و10000 درهم، نفس العقوبة على من أخفى عمدا شخصا مقيدا أو حرده أو منعه أو حاول من منعه. أول فوج من المجندين في إطار الخدمة العسكرية الإجبارية، من المنتظر أن يلتحق بالخدمات العسكرية للمملكة في الأشهر القليلة المقبلة. إذا سي بنادي، من الأمور اللي طرات تساؤلات في البداية، توضح لنا شكون اللي معني، شكون هي الفئة المستهدفة بالمشروع ديال الخدمة العسكرية؟ نعم، كما جاء في الرابورتاج ديالكم، فالفئات المستهدفة وفقا لأحكام هذا القانون هم الشباب ما بين 19 و 25 سنة، بمعنى أن سن الاستدعاء يحدد في 19 سنة. ويكون دائما التجنيد الإجباري إلى حدود 25 سنة مع إمكانية استدعاء الأشخاص اللي عندهم أكثر من 25 سنة واللي سبق لهم التعفاو لأحد أسباب الحالات اللي مذكورة ذكرتها واللي هي واردة في القانون بعد ما كيزول سبب الإعفاء. نعم، وشنو هي الأسباب اللي ديال الإعفاء؟ هذا السبب الإعفاء، أولا كاين العجز البدني أو الصحي، هناك إعالة الأسرة أو التكفل بالأسرة. السبب الثالث، هناك أيضا متابعة الدراسة. بالنسبة للمرأة، الزواج أو كفالة حضانة أطفال. هناك أيضا بعض الفئات، هناك أيضا من أسباب الإعفاء أن يكون أحد الأفراد الأسرة مجندا أو يستدعى في نفس الفوج للتجنيد، وفضلا عن فئة إذا بمعنى متفق. أسرة اللي فيها جوج مثلا 4 الأبناء ما يمكنش يكون يمشوا جوج للتجنيد قاعدة. حاجة أخرى ديال إعادة الأسرة، كان مجموعة التساؤلات للمواطنين، مثلا أسرة عندهم ولد واحد أو لا، مثلا الأب متوفى كاين غير ولد عايش مع أمه رغم أنه لا يعيلها، واش هو معني إعالة الأسرة؟ هو أن هذه الأسرة الشخص المعني بالأمر هو المعيل الوحيد لها أو المعيل الأساسي، بحيث أنه إذا تم تجنيده ستحرم هذه الأسرة من معيلها. هذا هو المعنى. كان نقاش كذلك أثير بشكل كبير على قضية النساء والفتيات، واش معنيات ولا لو مغاربة الخارج، شنو المشروع المقرر في آخر المطاف؟ بالنسبة لمغاربة الخارج، نظرا لأوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية ولأنهم يعملون في الخارج، فقد خولهم المرسوم إمكانية الترشح التلقائي، يعني الاختيار طوعي تماما. كذلك بالنسبة للنساء خول لهم المرسوم إمكانية الترشح التلقائي لأداء الخدمة العسكرية. طيب، واش كتشوف سيدة التوبالي هاد المعايير هادو ديال من المعني بالخدمة أنه يعني كتضمن ما يعني مبادئ الإنصاف والمساواة ما بين يعني المعنيين بالخدمة؟ بالفعل المعايير اللي ذكرت في التقرير أو اللي جا بها القانون 44/18 هي كانت معايير موضوعية، لأن مثلا الإبن الوحيد ما عندوش الحق يمشي للتجنيد الإجباري، أو الأخ الواحد اللي يكون هو الأخ ديالو الأخ مشى، كانت مجموعة من اللي ذكر الأستاذ من النقاط اللي كانت هي معايير موضوعية. لكن اللي كيتسائلوا هما أغلبية الشباب في هذا النقاش هو واش هذا التجنيد سيشمل جميع الطبقات، يعني جميع، لأن هذه خدمة وطنية وهذا نداء وطني، وعلى جميع الطبقات أنها حتى ما تحن حتى يكون إجبارية على أنها تسجل أبنائها وتكون تحفزهم على المشاركة في هذا التجنيد. هو تجنيد، ما هو، هما الشباب ما ماشيينش للجحيم، ماشيين المؤسسة اللي غتحميهم وتحتضنهم وتكونهم وغتعطيهم فرص ديال أنهم يتعلموا عدة مهارات وأنهم يتربوا على قيم المواطنة، ويعني أن خاص يكون نوع من التشجيع، يعني ما يكونش تخويف من هذا التجنيد الإجباري. هي خدمة وطنية، جميع الدول اللي كانت فيها تجربة، وتقريبا أوروبا عندها 50% اللي كيستافدوا من التجربة، وفرنسا اللي رجعت اليوم هذه الخدمة العسكرية عندها 500 من بين
من 600 الى 800 شاب في السنه. هذا الرقم عندها ضعيف لان هي ما كتوفرش على شباب. المغرب عنده قاعده هرميه من الشباب اللي هي كبيره واللي كتحتل تحتل نسبه كبيره داخل الهرم السكاني ولا بد من الاستثمار فيها. اليوم اتضح ان الاستثمار في البشر هو ضروره حتميه. هناك استثمارات على مستوى البنى التحتيه، هناك انجازات كبرى كشهدها المغرب، ولكن غياب الاستثمار في البشر بعد ما عجزت الاحزاب انها تكمل الدور اللي كانت كتقوم به في التاطير، بعد ما المؤسسه عجزت على انها تاطر هذا الشباب، بعد مؤسسه الاسره اللي ما كانتش مستعده لهذا الغزو التكنولوجي باش تقدر تواجه اساليب التربيه، اليوم هذه الاليه هي اليه مهمه لهم واللي تخوف منها ما هي الا في مصلحه الشباب وفي مصلحه الوطن وفي مصلحه المجتمع بشكل عام. سي بنادي، من النقط اللي كانت اللي ترتها سيده توبالي وكانت عليها النقاش في مواقع التواصل الاجتماعي منذ الاعلان على المشروع هو قضية واش جميع الطبقات الاجتماعية معنية، على ما يبدو من الفصول القانون البنود ديالو انه نظريا كل شيء معني، يعني بحال ولد وزير، بحال ولد طبيب، بحال ولد عامي، بحال ولد الفلاح، بحال اليتيم، بحال هذا. فواش في الاثناء ملي غادي ندوزو للعملية ديال التفعيل خديتو بعين الاعتبار انه هذا المعطى ينبغي يعني احترامه؟ في هذا المجال خصني نذكر هو الاول بالخطاب ديال جلالة الملك اللي كل الناس معناه وتيقول فيه بانه ان جميع المغاربة معنيين بدون استثناء وسواسية في أداء الخدمة العسكرية بمختلف فئاتهم وانتماءاتهم الاجتماعية وشواهدهم ومستواهم التعليمية. يعني هذا معطى. المعطى الثاني هو أن ستكون هناك لجنة مركزية ستقوم بوضع الضوابط وستكون عليها أن تحترم في معايير هذه السواسية المغاربة في أداء الخدمة المدنية وكذلك التوزيع الجغرافي للسكان. طيب كيفاش غتتم العملية الإحصاء ديال هاد الناس المعنيين؟ نعم، لإنجاز هذا الإحصاء سيتم وضع مجموعة من المعطيات. هنا إشارة وزارة الداخلية، هذه المعطيات كتهم الناس اللي غادي سيستدعون إلى الخدمة العسكرية، وهذه المعطيات مضمنة في قاعدة البيانات المتوفرة لدى المدير العامة للأمن الوطني واللي هي ديال البطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية، وكذلك المعطيات المتوفرة لدى مختلف الإدارات كقطاعات الحكومية كالتعليم والتربية الوطنية ومختلف الإدارات والمؤسسات الأخرى. وبهكذا غيتكون الوزارة الداخلية غيتشكل واحد إن باز دو دوني، عندها واحد القاعدة ديال البيانات غيتشكل هي الأساس اللي غادي يعتمد عليها الإحصاء ديال المعنيين لاداء الخدمه العسكريه. الا سمحتي بغيت غير ندول بانه هذه الخدمه هذه غادي هذا الاحصاء غادي يكون كل سنه وغادي يتم في خلال 60 يوما، وهذه المده ديال 60 يوما في البدايه ديالها والنهايه ديالها غادي يخرج فيها قرار اللي غادي يحددها قرار لوزير الداخليه، سيتم اخبار الراي العام به عبر مختلف الوسائل الاعلام المعروفه من تلفزيون، اذاعه، نشر في الصحافه، وسائل اخرى استعمال التواصل المعروفه. وبهكذا اضافه لهذه غادي تحدث واحد مصلحة في كل عمل وإقليم، المهمة ديالها هو تقوم بإرشاد الناس المعنيين وتعطيهم معلومات. موازنة مع ذلك سيتم إحداث موقع إلكتروني خاص بالخدمة العسكرية بالمهام ديالو، أيضا أنه غادي تعطاهم معلومات وإحصاءات المعنيين بالأمر والأشخاص المدعوين. وهذاك الموقع عنده مهام اخرى غادي نرجعوا لها اذا بروفيسور مساوي، واش ما كتشوفش بانه لما تحققش هذا الشرط ديال المساواه يعني ما بين جميع الشرائح الاجتماعيه في هذه الخدمه العسكريه، كان للحديث انه في تجارب سابقه في الستينيات والسبعينيات انه كان البعض يتملص منها بحجه كذا، هذا كيعرف هذا، هذا كطلب عليه هذا وهذا، كتشوفش بانه اذا ما تحققش هذا الشرط ديال المساواه ما تحدثنا عنه ديال الاختلاط الاجتماعي والتماسك والتلاحم الاجتماعي ما درناه؟ الا ما درنا شيء هذه القضيه هذه بصفه يعني بانصاف وبانه كل واحد معني بالامر الا وخاصو يدوز من هذه المرحله هذه، هذا المشروع كله غادي ينهار. وخاصنا نعرفوا بان الناس عارفين شنو كاين، ما نقدروش نقولوا هذا ولد فلان ولا هذا عنده وهذا ما عنده وهذا كذا الى اخره. يعني كيف ما كان الحال الناس غادي يردوا لها، ولا كان غير واحد النقص في جهه غادي يولي عنده واحد الصدى يعني مدمر للمشروع. الفكره طيبه ولكن خاصنا نديرو يعني التفعيل ديالها خاصو يكون ممتاز. ولهذا انا اظن انه لابد ان يكون تقييم ديال هذه الفكره الطيبه
من بعد عام عامين ثلاث سنين التقييم اللي خاصو يكون نفسي باش نعرفوا هذا الاحساس ديال هاد الشباب اشنو التفكير ديالهم العائلات اشنو التفكير ديالهم من ناحيه السوسيولوجيه على الصعيد الاجتماعي والمهني كيف قلتي واش هاد السيد هذا من بعد ملي خرج من هاد التجنيد هذا واش تيعرف واش عنده البيرمي ديالو واش تيعرف يصوب شي حاجه بيديه واش عنده الكهرباء واش عنده كذا الى اخره هادو مسائل اللي هي مهمه جدا والمسائل اللي هي ما خدامه شي في هذا المشروع خاصه نقوم خاصه نصحوها لازم ويكون اعتراف هذا الشيء درناه مزيان وهذا الشيء ما درناه شيء مزيان تنشوفوا مثلا القضيه ديال التكوين المهني كانت فكره هائله وكانت سرطت العشرات الملايير ديال الدرهم ومع الاسف ما عطات شيء النتيجه اللي متوخات داك الشيء باش خاصنا تتبع وتقييم فكره طيبه تفعيل خاصو يكون يعني حقيقه ناجح وناجح وخاصنا لازم نصحوا المسائل اللي هي ماشي نعم سي باسم ربما هذه الفئه المستهدفه اللي هي 19 25 سنه واش ما كتشوفش كما قالت شيئا ما سيده التوبالي بان هي الفئه الشباب اللي ربما تشتكي من ضعف ولا غياب كافة اشكال التاطير يعني من جمعيات من احزاب المدرسه كنعرفوا المشاكل اللي فيها الاسره ربما هذه الخدمه ربما انه اذا طبقت بالشروط اللي ذكرناها انه قد تساهم جزئيا في تاطير هذه الفئه هذه هو بطبيعه الحال انه واسمح لي فيها كذلك واحد الفئه اللي كيتكلم عليها الصندوق النقد الدولي والمندوبيه الساميه للتخطيط اللي كتسمى دوك لي نيت يعني نوت ان امبلويمنت ايديوكيشن اور ترينينغ بمعنى الفئه التي لا تدرس لا تزاول اي تكوين ولا تشتغل لا هو اولا التجنيد ماشي موجه غير لهذه الفئه هو موجه لجميع الفئات وهذا التجنيد خصو يتخاد كوم بروسيسوس واحد المرحله اللي غادي ندخلوا ليها واحد النوع ديال الشوبان باش غادي يخرجوا ويخلقوا لنا او يكونوا فرص للمجتمع للاندماج اذا التساؤل اللي كيتسائل هو واش ملي كنفكروا حنايا في العمليه ديال التجنيد كنفكروا فيها كسلسله مندمجه كنفكروا في انه ملي غادي يخرج واش عندنا شراكات مثلا مع المقاولات باش نعرفوا شنو هما الحاجيات ديال سوق العمل لانه الاشكاليه هو انه نتايا غادي دير اليه للتاطير والآلية ديال التأطير ما يمكنش يكون عندها نتائج إلا ما كانتش في نفس الوقت آلية للتوجيه. خصنا نعرفوا أنه هذاك الوليدات اللي غادي نأطروهم كيفاش غادي ننسقوا لا مع سوق العمل واش غادي ننسقوا مثلا كشركاء ندخلوا معنا الكونفدرالية ديال أرباب العمل واش غادي تكون عندنا مثلا شراكات مع الجماعات المحلية و بالخصوص مثلا الجماعات المحليه اللي فيها التكانات لانه كما شفنا قبيله انه هاد المجندين غادي يكون عندهم مداخل فسي ان ترانسفير دو ريشيس غادي تدوز واحد العدد ديال المداخل لهذوك الجماعات اللي فيهم التكانات فكيفاش غادي نحولوا من هاد الوسيله ديال التاطير الى فرصه محليه كسوسوا بالنسبه للجماعات اللي هما غادي يكونوا فيها وبالنسبه للمجندين واش كاين شي فرصه باش تعمل هذيك المؤسسه العسكريه مثلا مع التنسيق مع الاليات ديال المجتمع المدني فكنعرفوا انهم موجودين واحد العدد ديال الدواوير اللي خصهم فك العزله اللي واش داخلين في الرؤيه ديالنا حنايا لهذه العمليه ك اطار لتنميه محليه ولتنميه مجاليه اللي غادي يرجع بالنفع للسكينه. هذا كيجرنا باش نسولوا السي صادق بن عدي على المضمون ديال هذيك مده الخدمه اللي هي سنه يعني 12 شهر ما ذكرناهاش. شنو اللي فيها مضمون؟ واش غيمشي يتير القرطاس شنو؟ لان كاين اللي كيختزل يعني الخدمه العسكريه في مسائل عسكريه ولكن بشكل ملموس شنو فيها؟ وهي مده ديال 12 شهر. كنذكر في السابق بانه كان 18 شهر في الخدمه العسكريه السابق الان في الخدمه العسكريه الحاليه 12 شهر 4 شهور الاولى غتكون اللي يعني هو للتعليم الاساسي العسكري الاساسي ومن بعد غيكون تدريب مهني يعني غادي يتلقى فيها مجند
احد المهن او احد سميتو غيتكون تكوين عام، مثلا الميكانيك ديال المدرعات حسب المعطى، لا حسب المعطى، لا ماشي حسب المعطى، حسب الحرف اللي كاينه في اللي كتوفرها القوات المسلحه الملكيه. يعني ماشي غادي دوز 12 شهر كلها في الشون دو تير وفي الرمله، لا لا لا، تكون في التعليم الاساسي الاولي هو اللي تكون فيه التدريب العسكري والانضباط، من بعد تيدخل في التكنه العسكريه، تيدخل في الاطار ديال ممكن يتعلم حرفه او مهنه يمكن تمكنوا من الولوج ديال سوق الشغل ان شاء الله. نعم، تكلمنا قبل قليل على الاعفاء، واللي بغى الاعفاء مثلا بغى يطلب الاعفاء شنو خصو يدير؟ دابا الاعفاء علاش غادي يطلب الاعفاء؟ الا كان اعفاء من الا كان اعفاء بدني من يعني عنده عجز بدني او صحي، فالاعفاء فهنا يتم بتقرير طبي تسلمه للمستشفيات العموميه المؤهله. إذا كان إعفاء لأجل إعادة الأسرة فهو كيعطيه شهادة كيعطيها العامل الإقليم بعد دراسة الملف من طرف واحد اللجنة إقليمية يمكن تذكروا عليها في المرحلة ديال الإحصاء كيفاش غيتم. إذا كان إعفاء من أجل متابعة الدراسة فكاين الجهات المختصة في قطاع التعليم اللي كتعطي هذه الشهادة. إلا كان زواج راه كاين وسائل إثبات، وإلا كاين كذلك حضانة راه كاين وسائل إثبات، وإلا كاين كينتمي لفئة ديال الموظفين اللي كتحدد بمقرر ديال رئيس الحكومة فكيدخل فيها وبالتالي كيتعفى. تكلمتي على قضية الزواج، واش المتزوجين غير معنيين؟ المتزوجة، المرأة المتزوجة، المرأة المتزوجة. طيب كاين جوج، ربما جوج ديال الطرق ديال 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 الجنيد، انه يتم احصاء المعنيين واستدعائهم، او ربما المعنيين اللي في كيصفروا لهم هذه الشروط وهذه يمشوا من تلقاء انفسهم ويضعوا طلب التسجيل. نعم، دابا كما شفنا قبيله كاين واحد القاعده الان كنعتمدوا في الاحصاء، غادي دار واحد اللجنه اقليميه اللي هضرنا عليها، هذيك اللجنه الاقليميه عندها غيتحدث كيفية التحديد ديالها والسير ديالها، غادي يكون واحد المقرر، واحد القرار ديال السيد وزير الداخليه والسيد الوزير المنتدب المكلف باداره الدفاع الوطني، هما اللي غادي يحددوا كيفية الاشتغال ديالها. انما هاد اللجنه هذه من المهام ديالها انها توضع المعايير اللي هضرنا عليها قبيله من اجل استخراج اسماء ديال الاشخاص اللي غادي يستدعوا للخدمه العسكريه بناء على القاعده ديال اللي عندها، كاين عند وزاره الداخليه عند الباز دوري اللي عندها. ثانيا المهام ديالها الاشراف على العمليه التقنيه استخراج هذه الاسماء. ثالثا حصر قوائم هؤلاء الاشخاص الذين سيكونوا مدعوين وغيتبوها بحسب العمالات والاقاليم. الدور ديالها انها من بعد حصرها غيتقوم مصالح ديال المختصه في وزاره الداخليه باحالتها على العمالات والاقاليم. علاش؟ باش تدعو باش لدعوتي الاشخاص المعنيين من اجل ملء واحد الاستماره داخل واحد الاجل ديال 20 يوم من تاريخ الدعوه. هذه الاستماره هذه كيمكن نعم كتعبأ من خلال هذاك الموقع اللي قلنا قبيله، هذه احد الادوار ديال هذاك الموقع، انه الشخص يمكن من داره بالوسائل الذاتيه ديالو يمكن يدخل يعمر هذاك الاستماره اللي فيها معلومات شخصيه كالاسم العائلي الشخصي، السن، تاريخ الازدياد، الشواهد اللي عنده، الوضع، المهن اللي عنده، الى اخره من المعلومات. ومن بعد ذلك يعني هذه الفتره هذه من موراها هنا كتجي واحد مرحلة أخرى اللي هادوك الناس يطلبوا الإعفاءات يمكن لهم يقدموا طلبات الإعفاءات. دابا عمر الاستمارة ديالو، ولكن من بعد الإعمار اللي هو معني بعجز صحي أو إحدى الحالات اللي ذكرها يقدم طلب الإعفاء. هاد طلب الإعفاء تيخصو يعطيه السلطة الإدارية اللي خصها تصيفطه للعمالة. علاش للعمالة؟ باش تحطوا على واحد اللجنة اللي غادي نشوفوها من بعد اللي هي اللجنة الإقليمية. أنا غلط قبيلة قلت اللجنة الإقليمية هذه اللي كان عليها هي اللجنة المركزية. اللجنة المركزية. نعم. غنسولك سيدة توبالي وسي بروفيسور مساوي على كيفاش أنه نجعلوا هذا المشروع الخدمة العسكرية ماشي عقاب، ولكن أنه نحفزوا الشباب أنهم يمشوا من تلقاء أنفسهم يديروا هذه الإجراءات اللي قال السي بن عدي، وأنه ترغيب هذه الفئة الشباب فيها عوض ربما أنها تكون عقاب، لأنك ربما في مرحلة سابقة كانت أنه كانت طريقة من طرق العقاب اللي خرج مثلا من الهضر المدرسي ولا هذا طرق من طرق العقاب. كيفاش ممكن أنه تكون نكون ترغيب للشباب فيها؟ أولا لابد
للهيئة المسؤولة على هذه الخدمة العسكرية أنها تقوم بواحد نوع من التواصل، وكيف ذكر الأستاذ أنه داخل في البرمجة، أو يكون مثلا تقديم فيلم وثائقي عن طريق شاب مشى للتجنيد، ها تجنيد الصورة الحقيقية والواقعية، لأن اليوم نحن كتحكم فينا الإشاعة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، هذا شيء أثر على المتلقي سواء كان الشاب أو الأسرة دياله. هذا لابد من التوضيح. من التوضيح أيضا خاص تعرض حتى تجارب الدول الأخرى في التجنيد. كان بعض الدول اللي كدير شراكات مع التربية الوطنية والمؤسسات العسكرية باش تقوم بواحد التجنيد عسكري لأبنائها في العطل الصيفية وفي العطل الربيعية، في كل عطلة يتسلموا شواهد، وهذيك الشواهد يطلعوا فيها غرادات كأنهم في الجيش. منين كيجوا المؤسسات العمل كيكونوا ديجا متكونين وديجا عندهم واحد مجموعة ديال الشواهد اللي تنقلوها كل عطلة، كان عندهم نوع من التكوين باش نقدروا نحفزوهم أننا هذا التجنيد لابد يراعي واحد نوع من التحفيزات، مثلا أن يكون مرتبط تشغيل بشواهد الممارسة ديال التجنيد العسكري، التعيين في المناصب يكون مرتبط بالتجنيد في التجنيد العسكري، يعني أن هذا التجنيد العسكري واللي مر منه قدم خدمة وطنية ولا بد يحترم ولا بد تكون عنده أولوية في أنه يستفد من أي امتياز داخل الدولة. هذا هو اللي غادي يخلي حتى ذوك الناس اللي كيفكروا أنهم يهربوا أبنائهم أو يلقاو لهم أسباب باش يعفوهم، يعرفوا أن هذا في مصلحتهم، أن هذا هو اللي غادي يخليهم يبينوا فعلا أنهم ما تخلوش على الوطن توحتاجهم وتوحتاجوه، كانوا مأهلين أنهم يكونوا في الوقت. نعم سي مساوي، في سنوات الستينات ديال القرن الماضي كان كنت شي واحد يكون ضاصر وباسلت يقول لي صيفطوا للعسكر يتربى، يعني بالعنف وكذا واسمه الى اخره. هذه ربما المؤسسه العسكريه ديال الستينات مختلفه على مختلفه تماما. الكلمه ديال التربيه مهمه جدا، يعني التربيه الهدف ديالها هو تكوين الشخصيه. كاين واحد العدد ديال الناس اللي ربما عندهم خاصهم يكون واحد يتحكوا شي شويه، يكون احتكاك مع شباب اخرين من فئات اجتماعيه ومناطق اخرى، يعني الشاب من الرشيديه مع شاب من طنجه من الدار البيضاء، ولكن يكون احتكاك مع السلطه كذلك، والسلطه راه تتبني الشخصيه ديال الانسان، ويعني شيء مهم جدا في بناء ثقه في النفس ديال الشخص. هذا شيء مهم جدا، لانه الى دار هذيك الاربع شهور ديال التير وديال التكرفيس وديال تمر ونجح فيها، راه ولا شويه راه رندج، ولا يعني غادي ياخذ ثقه في نفسه. واحد العدد من الشباب ديالنا مراهقين ولا شباب كذا الى اخره ما عندهمش هذه الثقه هذا في نفسهم. تنظن بانه مهم جدا نعرفوا بانه الناس اللي تاثروا هاد الشباب تعلمهم واحد العدد ديال الاشياء، لا من الناحيه المهنيه ولا كذا، والتعامل مع الاخرين والتعامل مع السلطه وكذلك، ولكن من جهه اخرى يمكن يتعلموا حتى من الشباب الاخرين، لانه عندهم مؤهلات وعندهم تفكير وعندهم كذا الى اخره، يعني تياخذوا من الناس اللي هما تاثروا، ولكن تياخذوا حتى من الشباب الاخرين من فئات اجتماعيه ومن جهات ديال المغرب اخرى. سي باسم خابر، هذا المحتوى اللي تكلم عليه السي بنادي ديال التكوين، يعني اربع اشهر ديال التكوين، ما اسمه التكوين الاساسي، ثم ثمانيه يعني اشهر ديال التدريب، ربما هذا نوع من انواع التكوين اللي يقدر اذا تم بالمواكبه بالشروط اللي ذكرتي قبل قليل، انه بحال واحد النوع ديال اعاده واحد الغوسيكلاج ديال واحد الشاب مثلا اللي في بعض مسار دراسي يعني غير ناجح، ولا مثلا مسار دراسي اللي ما وفرش مؤهلات باش يدخل لسوق الشغل، وهذا انه يقدر يوفر له هذه الشروط للاندماج بعد انتهاء الخدمه. هو بطبيعه الحال باش ما تكونش الخدمه العسكريه غير قوس لمده 12 شهر وتسد. ولكن هذا الشيء راه خص يقتنع به هذاك لابلي، هذاك الوليد خصو يقتنع انه راه ملي غادي يمشي للخدمه العسكريه غادي يلقى هذا الشيء. لذلك المهمه ديال التواصل لا مع المجندين ومع العائلات ديالهم بصفات اكثر كتكون مرحله مهمه بالعربيه، خاص هذاك الوليد يحس ان عنده فيها الرباح، خصو يشوف انه الى ان انتري بلوزيبل كاين ما يدار تما، الا مشيتي تمايا غادي تحل لك افاق. هنايا كيولي الدور
ديال الخدمة العسكرية واش كاينة في إطار منظومة مندمجة، واش حنا عارفين فين باغي نوصلوا الدري، شنو باغي نعطيو، لأنه ما تنساش أنه ملي غادي ندخلوا كنظن أنه سنويا غادي يدخلوا ما بين 10,000 مرتقب 10,000 شنو التنبيه المقبل و 15,000. هذه راه طاقة إنتاجية هائلة اللي خاصها أنها تستغل، فما كافيش. كاين واحد العدد ديال الناس اللي كيظنوا انه هذاك العدد غير بغينا نحيدوه من الاحصائيات ديال البطاله. فبطبيعه الحال خاصنا نلقاو حلول اللي نقنعوا بها هذاك المجند والعائله ديالو انه راه من لانتيغي ديالو من الربح ديالو انه يدخل في هذه المنظومه. وكنظن انه الا كانت المؤسسه العسكريه خلقات شراكات مع المؤسسات ديال المجتمع المدني كامله، فكنظن انه يمكن كاملين اننا على حساب الاختيارات المجتمعيه اللي خدينا والاختيارات الانتاجيه اللي خدينا، كنظن انه هذه غادي تكون فرصه كبيره. سي مساوي، كنظن بان الكلمه ديال المفهوم ديال التقييم اللي تكلمنا عليه قبيله شيء مهم جدا. من بعد عام خاصنا نعرفوا بانه الاعلام عنده دور مهم جدا باش ياخذ مثلا واحد العدد من هاد الشباب هادو ويجيبهم للتلفازه والاذاعه وكذا الى اخره، يتكلموا على تجارب. هذا هو، الله يخليك، اشنو تعلمتي واشنو كان يمكن يتحسن واشنو يعني هذا التقييم. انا في نظري عندكم دور مهم جدا انكم في بلاصه ما تجيبوا ناس اللي هما كذا من المجتمع المدني ولا من وزاره الداخليه ولا كذا، هذه الخطره هذه خاصكم اربعه من هذوك المجندين خاصكم ديروا معاهم ماشي غير مره واحده، ولا ديروا معاهم جوج او ثلاثه ديال 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 البرامج باش نعرفوا اشنو درنا، لان هادشي تيطلب فلوس كثيره، وخاصنا نعرفوا بان هاد الفلوس هادو ديال الدوله ولكن هما ديال المواطنين في الحق. واش هاد تمام، واش هاد الشيء هذا غادي في الطريق الصحيح ولا غادي يعوج كيف مشاريع اخرى في الماضي. السي بلادي، المجند شنو الحقوق اللي عنده؟ هاني مجند جيد كذا تم هذا، انا من الدفعه الاولى ل 10,000 مثلا اللي مرتقبه في التنبيه المقبل، شنو الحقوق اللي بالفعل المجند ملي تيدخل تحت اللواء ديال الجيش وتيكون مجند في اطار الخدمه العسكريه كيستافد من جميع الحقوق والضمانات اللي كيستافدوا منها العسكريون. وفي هذا الاطار هذا اولا كيترتب في اطار كتكون تعطاه رتبه على حساب المؤهل ديالو، حسب الشهاده اللي كانت عنده، الشواهد اللي عنده اللي كاين جنود، كاين ضباط الصف، كاين ضباط، على حسب المؤهل اللي عنده كيشد، وهذا غير الموظفين كيشد اجره وتعويضات. هاد الاجره ما فيهاش اقتطاع، ما فيهاش ضرائب، ما فيها شي حاجه، كتكون خالصه التي كتحدد هذه الاجره بمرسوم راه قدرتوا عليه في البرنامج ديالكم. ثم ان تذكر به 1050 درهم بالنسبه 1050 درهم و1050 و1500 و2100 بالنسبه للضابط، 2100 بالنسبه للضابط، زائد التعويض ديال جوزافي ديال 300 درهم بالنسبه للاقاليم الجنوبيه. نعم. ثم تتم تغطيه حاجيات المجند كاملة من تغذية ولباس وإقامة في أماكن التجنيد، في أماكن التجنيد. ثم أن يستفيد هذا المجند من العلاجات في المستشفيات العسكرية المؤهلة على مستوى الوطني، وأنتم تعرفون الصحة العسكرية في المغرب. كذلك يستفيدون من التغطية الصحية، من التأمين، من التأمين على الوفاة وعلى العجز. وإذا ما وقع لأي مجند أي حادث في أثناء التجنيد يستفيد كغيره من العسكريين من راتب الزمانة. بالنسبة للموظفين كيتبقى لهم الأجرة ديالهم، كيبقى لهم الحق في الترقية، كيبقى لهم الحق في التقاعد، في التغطية الاجتماعية، وكيستفيدوا كغيرهم من المجندين الاخرين بالاستشفاء في المستشفيات العسكريه وفي مختلف المسائل اللي ذكرناها. ومن حق ومن كيساليو الخدمه ديالهم كيرجعوا للادارات الاصليه ديالهم. هذا اضافه الى ان المجندين اللي حاتمهم شباب كاملين، الا كانت شي مباراه عندهم الحق باش يجتازوا هذه المباراه، ما كتحرموش منها. بقات واحد القضيه فيما يتعلق بهذا المجندين، واش برنامج التكوين هذيك 12 شهر في السنه،
واش كاين مثلا ما عرفتش واش كاين تفكير في مثلا في التكوين في مجال مثلا التعاون مع المخاطر مع الكوارث الطبيعيه ومع غير كنعرفوا مثلا القوات المسلحه الملكيه المغربيه ماشي فقط عندها مهام عسكريه كان عندها مهام يعني في مثلا في زلزال اكادير في فترات الكوارث بحال كاع عدد كبير من الجيوش في العالم كان مثلا ما تقوم به مثلا الاطر الطبيه العسكريه مثلا في المناطق المعزوله في الاطلس المتوسط موجة البرد وهذا واش كاين النوع ديال التكوين لان هذا بالاضافه للقيم ديال اللي تكلم هذا الاختلاط الاجتماعي والانضباط وهذا كاين حتى قيم ديال التضامن واحد الثقافه ديال التعامل مع المخاطر مع الاسف المجتمع المغربي ربما كان عدد كبير من الناس كيقولوا لك هناك ضعف يعني انه ما مكونينش انا والطبيب ها هو قدامي يعني في الاسعافات الاوليه في التعامل مثلا مع حاله الاختناق التعامل مع الفيضان واحد كيغرق واحد العافيه شاعله كاين ضعف عوض ما يكون هذا الشيء كنجبد التليفون كنبدا نصور وكل شاهد وهذا واش كاين في برنامج التكوين هذا النوع مثلا التعامل مع الكوارث والمخاطر وهذا نعم كتعرفوا المؤسسه العسكريه كتكون الانسان باش يواجه جميع المواقف هذا هو احد الادوار ديال التجنيد الاجباري انه غير يتكون الانسان باش يكون مؤهل باش يكون يقظ شجاع متحلي بالخصال ديال التضامن ديال الانقاذ ديال الدفاع عن الوطن ديال المواطن هذا احد الادوار اللي قلتي هي من صميم الدروس اللي كانت المؤسسه العسكريه واللي بدون شك غيستافد منها يستفد منها المجند واللي ربما سي المساواه هذه القيم اللي بدات ربما تضعف ولا كتنقرض بمجموعه العوامل وربما هذه فرصه انه نسترجعوها تماما اظن بان من الاشياء المهمه في هذا التجنيد هي ربما تكوين روح المسؤوليه في الشاب لانه مع الاسف في المغرب وتنشوفوا هذا الشيء هذا لا والدوله ما دارت شيء واشنو دارت الحكومه هذا الشيء ماشي معقول وهذا ولكن ملي تشوفوا هو اش تيدير تيلوح الزبل في الزلقه ويلوح وما يتحملش المسؤوليه ديالو ويحرق الضوء الاحمر وكذا الى اخره اذا المسؤوليه دائما على الاخرين ما عمرهم وتنظن بانه هنا في التجنيد تيحطوا امام المسؤوليه ديالو طلبنا عطيناك مهمه درتيها ولا ما درتيهاش علاش اسيدي ما درتيها شيء ما يقدرش يقول صاحبي ما دار شيء لا انت اللي ما درتي شيء اذا هذا روح المسؤوليه اظن شيء مهم جدا في تكوين الشخصيه وفي تكوين المجتمع سيدي التوبالي كيفاش كتشوف انت هذه القيم اللي ممكن تغرسها الخدمه العسكريه الخدمة العسكرية نحن كنلمسوها مثلا من خلال تجارب المؤسسات العسكرية في نوع من الإدارات مثلا المستشفيات العسكرية الخدمات التي تقدم فيها ليست هي الخدمات التي تقدم في باقي المستشفيات بما فيها المصحات الخاصة الخدمات العسكرية التي تقدمت على مستوى التعليم الأولي وعلى مستوى التعليم مثلا الأكاديمية الكل يتمنى أن أولاده يقرأوا في الأكاديمية لأن عندهم جودة التعليم داخل تلك الأكاديمية على مستوى الإدارات أنا تطوعت في واحد المرة في واحد الملف ديال مجموعة من ديال ذوي الحقوق من الاطفال المعاقين من ابناء وارامل شهداء الجيش كانت المعامله داخل الاداره والالتزام يعني مع مرر شي موظف داخل تلك الاداره قال رجع حتى الغدا او رجع حتى الاسبوع والله هذا الملف توضر والله هذا يعني هذه الاداره معروفه بالالتزام معروفه بانها منين تاخذ ملف تضبطه يعني ان هاد الابناء ما خصناش نخافوا عليهم الا مشاو عند هاد المؤسسات وهما غادي تسمح عندهم اتكاليه اليوم الأسر كلها كتعاني من أولادها أولادها اتكاليين بغاو كل شيء كان إغراءات كان إذا كانوا إذا مشوا لهذا التكوين داخل هذا التجنيد العسكري وما نبغيش نسميه الإجباري لأن مجموعة من الشباب كيسموا اختياري هما باغينه والأسر باغيته هذا التجنيد غادي يربي فيهم قيم المواطن غادي يربي فيهم قيم التضامن غادي يربي فيهم الاتكالية غادي يربي فيهم احترام الوقت اليوم احنا كان مجموعة من الشباب اللي ما كتدرس ما كتشتغل ما كدير لا تكوين مهني لا والو ولكن مستعبدها وسائل التواصل الاجتماعي تقدر تنعس ساعتين من اجل انها تبقى قدام وسائل التواصل الاجتماعي فهذا التكوين ربما ان غادي ينظم الحياه ديال الافراد لان مثلا في دول اخرى بحال الصين وسائل التواصل الاجتماعي عطيتهم كان يوم في الاسبوع حنا اليوم ما كاينش حمايه ديال الشباب وما كاينش حتى على المستوى النفسي الناس في دول اخرى خلقت مجالات للعلاج النفسي ومجالات
الاحتضان هذا الشباب من هذا الإدمان. هو أخطر من إدمان أو شبيه بالإدمان ديال المخدرات. إدمان اليوم الشاب إلا منين جاتو هذه الفرصة ما مشالها غادي تسقط بو حركة التطرف، غتسقط بو العصابات الإجرامية، غتسقط بو مجموعة. واش من الأحسن أنه يمشي للمؤسسة اللي غادي تكون وغادي ترفع عليه بالإجاب وبشي صالح، أو يمشي للمؤسسات اللي هي متطرفة ولا هي تشكل خطر عليه اليوم؟ هذا الرغبة كانت رغبة بزاف ديال الأسر. منين توقف التجنيد مجموعة من الأسر كانت تشكي من ولادها المدمنين، خصوصا الناس اللي ولادها كتعاني من مشكل إدمان على القرقوب، هذا كتقول كيريت وكان التجنيد الإجباري. على الأقل كانوا ولادنا غادي، ولادنا سابقا ما كانوش يواجهونها. اليوم كاين مشكل حتى في القيم الإنسانية النبيلة ما بين الشباب وأسرهم. اليوم كاين جرائم الأصول كيحتلوا فيها الشباب بشكل كبير للأسف الشديد. اليوم ما بقاش الأسرة عندها ذاك الدور اللي تقدر تسيطر به على أبنائها، لابد من متدخلين. الآلية ديال التجنيد الإجباري هي آلية من الآليات، لكن الأحزاب السياسية خاصها تراجع نفسها وخاصها تقوم بدورها في هذا التأطير، لأنها كان عندها دور ريادي في أنها كانت وكتأخذ منح من أجل هذا التأطير. المدرسة أيضا خاصها ترجع لها قيمتها، وخاص يكون تجنيد حقيقي من أجل التعليم، لأن التعليم هو أساس كل الإصلاحات. كاينة مسألة أخرى مرتبطة بالمجتمع المدني، المجتمع المدني آلية ضعيفة، لكن هناك مجموعة من المشاريع اللي كتقدم وزارة الشباب المعنية، القطاع الشباب المعني، من فترة تقريبا تناوب ما عمرنا شفنا مشروع مقدم للشباب. عندهم خطأ كيعتبروا أن الشباب هو الرياضة. الشباب من حكومة التناوب كنا شفنا التجربة اللي كانت هي ديال المخيم، ديك فرصة للجميع ديال التخييم الصيفي، كانت الجامعات الشعبية، كانت المقاهي الأدبية على الأقل قدمت مشروع مباشر للشباب. كانت هناك مبادرة ديال الاستراتيجية الوطنية المندمجة للشباب، دارت مجموعة من الإجراءات ما تحقق منها ولو إجراءات، وتصرفت عليها الملاهير ومجموعه ديال كان في نقاشات يعني عشر سنوات، وللاسف كانت بغات تعاود. واش نحن نعاودوا نفس الملف اللي ما قدمنا فيه ولو نتائج؟ اليوم كاين مشكل. الا كان الشباب فاقد الثقه او كيعاني واحد الحقد اجتماعي تجاه المسؤولين او ما هو خصوصا المسؤولين السياسيين، لانه كيشوف على ان هذا الهدر ديال المال وهذه الاشكاليه ديال لا ترشيد النفقات وهذه الاشكاليه في التعامل مع المواطن في البرامج الحكومية وفي السياسات العمومية أنه غائب، أنه دوره زائد ناقص، يقدم كأنه فئران تجارب. مشاريع كلها لا تقيس المواطن بشكل مباشر ومشكل حتى ربط المسؤولية بالمحاسبة. فين هو مجلس الأعلى الحسابات؟ قدمنا مجموعة من الأرقام، هل هناك كان حساب؟ اليوم البيطالي كيشوف أن بيطالته مرتبطة بدك اختلاس الأموال، كيشوف مثلا اللي مشى للصح وما لقاش علاج مرتبطة بهذيك المشاكل اللي كتورط فيها السياسات العمومية. يعني هذا الحقد الاجتماعي لابد القول مجموعة من الحلول في إطار أن هذا التجنيد آلية من الآليات وليس هو الحل. غير بغيت نصحح واحد العنوان ديال واحد الجريدة يعني يتكلم على أنه الخدمة العسكرية إلزامية بالنسبة، فربما هذا عنوان في مرحلة معينة لما كانت الإلزامية. الآن في المشروع يعني في القانون النهائي فالخدمة يعني بالنسبة للنساء اختيار ليست إجبارية. طلبت الكلمة سي خابر، ما عرفش شنو عندك تعقيب على شي فكرة غير بالنسبة للرياضة. أنا كنظن أنه كما مطلوب من الخدمة العسكرية أنه تكون عندها مساهمة في الإنتاجية ديال رأس المال المادي، كنظن أنه أيضا مطالبة بالإنتاجية في رأس المال اللامادي. وفي هذه الحالة كنظن أنه من ناحية ديال الإنتاج ديال الطاقات الرياضية، كنظن أنه المؤسسة العسكرية هي مؤسسة اللي واجدة لهذا النوع ديال التأطير. إلا لاحظنا في بلدان مجاورة، ناخذ المثال مثلا ديال مصر اللي كتحقق دائما في الدورات الأولمبية ولا في الدورات العربية كتحقق تقريبا الغالبية ديال الميداليات. علاش؟ لأنهم هذوك الشبان ديالها ولا الشابات ديالها كانوا مأطرين في المؤسسة العسكرية فكيجيو واجدين. واش المؤسسة العسكرية غادي تاخذ بعين الاعتبار أنها تأطرهم في الرياضة؟ ولكن ماشي غير في الرياضة، مثلا في الثقافة. واش غادي يديروا دي تروب دو تياتر؟ واش غادي يدفعوا الناس للكتابة؟ واش غادي وهذا كنظن أنه هذا الدور باش نزيدوا في رأس المال اللامادي هو مهم في إطار الانضباط ديال العسكرية اللي كيمكن هذاك المجند من الوقت ومن التأطير الكافي ومن المؤطرين ومن
الانفراستركتور الكافيه باش يتعلم هذا النوع ديال الاحتياجات في اطار دون انفراستركتور كي ادابتي ملائمه. واحد النقطه بغيت نسولك على السي خبير كنشر لها شويه السي المساوي بغيت يعمق فيها، هو كاين اللي كيقول بانه في مجتمعنا كاين واحد الاختلال ما بين ثقافه الواجب وثقافه الحق، يعني اطالب بحقوقي ولكن واجباتي لا اقوم بها. واش ما كتشوفش بان مدرسه يعني الجيش تقدر انها تعاود دير واحد النوع ديال التوازن بين هذه القيمتين اللي اختلوا بين الحق والواجب، بانه المجند غادي يتعلم بانه مقابل حقوق هناك واجبات؟ لا، هو بالضبط اهم حاجه بالنسبه ليه هو انه ملي كيدخل المؤسسه العسكريه فهناك قيم غادي يتعلمها، وهذيك القيم قبل من الواجبات كيتعلم قيم ديال الانضباط، قيم ديال التراتبيه، قيم ديال لوتيليتي بوبليك، انه الانسان كيشوف كيفاش انه العمل ديالو عنده انتاجيه، فكما قال السي المساوي فكيحس بالثقه في نفسه، كيحس بالثقه في اشنو يمكن يحقق. وابتداء من هذه اللحظه هذيك العدميه اللي عنده ديال هذا الشيء علاش كيصلح وما عنده باش ينفعنا كتبدل الرؤيه ديالو، لانه كيشوف انه كيصبح من متفرج كيولي فاعل، ولكن بطبيعه الحال هاد الفعاليه ديالو خاصها مواكبه، خاص دو لاكومبانيومون، الناس خاصهم يتبعوا، خاصهم يقتنع بانه راه هو كائن فاعل في المجتمع. وابتداء من ديك اللحظه كيبدا يفهم انه قد ما قام بالواجبات ديالو قد ما كيضمن الحقوق ديالو، وفي اطار الضمان ديال الحقوق كيولي هو بذاته كيمشي كيقلب على دوك الواجبات وكيقوم بهم باش الحقوق ديالو تكون مضمونه 100%. نعم سي المساوي. تنعرفوا من الناحيه العلميه ان الدماغ ما تيوصل النضج ديالو الا 26 سنه، هادشي تنعرفوا، هذه مساله مفروغ منها علميه. حتى ال 25 سنة واحد العدد ديال الشباب تتبقى عندهم ديك العقلية المراهقة بحال اللي عنده 14 سنة، يعني عايش في الخيال، أنا بغيت وأنا عطيوني وأنا عطيوني 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 أنا ما نعطيش، كيف قلتي كل شيء خاصكم تعطيوه ليا لأنه أنا هو تنظن بأن هاد التجنيد الأهمية ديالو هو أن العيش في الخيال غادي يتغير الى شيء الى حد ما الى العيش في الواقع. غادي يقولوا لا سي خاصك غادي تقشرنا بطاطا الله يخليك، لانه مهمه، لانه الا ما قشرتيها شيء حتى واحد فينا ما غادي ياكل، ما غادي يبقى شيء، انا وخاصني الطوموبيله وخاصني كذا وما نقراش في المدرسه وانا كذا وانا ذكي وانا تنطلع بالناس كلهم وكذا. يعني هذا السلوك ولا هذا التصرف اللي هو صبياني ما تيبقاش، لانه مدرسه الواقع هي المهمه، وهذا هو اللي تنقول بانه عنده دور مهم جدا في تكوين الشخصيه ديال هذا الانسان. سي بن عدي، واحد النقطه ديال اللي امتنع اللي توفرت فيه الشروط وامتنع على الاداء ديال الخدمه العسكريه، شنو هي ما يترتب عنها؟ كما جا في القانون وجا في التقرير ديالكم بانه اللي امتنع كاين هنا عقوبه حبسيه ثم عقوبه غرامه ماليه، وكتعرفوا بانه النص على جبهه العقوبات هذو لانه صفه الالزام، وبالتالي من اجل تطبيق حسن هذا النص لابد من مقتضيات تجريه. طيب المجند سال المده ديالو 12 شهر سالها، خرج من يعني من القشله، جا الاسره ديالو، شنو المصير ديالو؟ من ناحيه القوانين اللي غيبقى طبعا، واش باقي تابع للقوانين العسكريه ولا سال؟ المجند حين يكون داخل في إطار الخدمة العسكرية يكون خاضعا للنظام العسكري والقوانين العسكرية، بعد خروجه يصبح مواطنا حرا كباقي المواطنين، له حريته في حرية التعبير وفي كل شيء، ما عدا فيما يتعلق بالاحتفاظ بالسر المهني، وهذا السر المهني ماشي هو مزيون غير المؤسسة العسكرية، كيف القانون الجنائي، كيف الوظيفة العمومية كذلك، لابد من الاحتفاظ بالسر المهني، والسر المهني في المؤسسة العسكرية فإذا مشيتيه فمشيتيه للعدو الآخر، ماشي ضد بلادك، وبالتالي
يعني الخطوره كتكون اكثر. فما ما راه من معلومات ومن اسرار عسكريه يجب الاحتفاظ بها، وهذا داخل في المواطنه، واي مغربي غادي يكون عنده غير على بلاده غادي يحافظ. ولكن ملي تيخرج تيولي مدني وعنده الحق باش يمارس حريته بكل حريه، بدليل ان في المجلس المنتخب اللي فات الناس اللي دوزوا الخدمه العسكريه سابقا او لا انهوا مشوارهم العسكري هم الان اما منتخبين في المؤسسه التشريعيه حاليا او سابقا او في المجلس المنتخب، ويمارسون حريتهم ويبدون ارائهم بكل حريه. قال سؤالي لا جاب الله مثلا في حاله حرب الله يستر ولا شي حاجه، هل سيتم استدعاء هذا هو الدور من كل الدول، كل الدول وانتم تعرفون بان في الدول تلجأ الى تكوين جيش احتياطي لمواجهه الازمات سواء كوارث طبيعيه او تهديد خارجي. فالى وكان اي تهديد خارجي تسعى كل الدول الى استعمال هذا الجيش الاحتياطي الدفاعي عن استقلالها وحريتها، وكذلك الى مواجهه الاخطار. فاذا كانت زلازل، كانت فيضانات، هذا واجب ديال جميع المغاربه باش يساهموا في مواجهه هذه الاخطار. ربما هذا هو اللي كان التساؤل ديال قبل ما يتحل الاشكال المتعلق بمغاربه الخارج، لان كاين بزاف ديال لي بيناسيونال يعني جنسيه مزدوجه مغربيه فرنسيه ومغربيه هولنديه، وهذا فكان بالنسبه لي يعني صعيب انه متى يؤدي الخدمه العسكريه في المغرب لو كانت اجباريه الان اختياريه، وقدر يؤديها في دوله اخرى في حاله الحرب بين الدولتين، خصو يختار واحد الضفه معينه باش ربما هذا حل لهم الاشكال. طلبتي الكلمه سي مساوي. انا بغيت نشير لواحد القضيه من الناحيه التاريخيه. سويسرا حقيقه ما عمرها دخلت في شي حرب، هي محايده بين قوسين، محايده. الحرب العالميه الاولى والحرب العالميه الثانيه ما عمر هتلر مثلا ولا غيره تجرأ باش يدخل لشيء ما، لانه كل مواطن سويسري الا تعرف يتيري ويهز السلاح ديالو وكذا الى اخره. الا دخلت شي بلاد لسويسرا يعني مصيبه، لانه غادي 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 يهدموهم كل واحد الا وهو جندي احتياطي وحتى القناطير مصوبه بواحد الطريقه يعني تماما. اذا خاصنا نعرفوا هذا الشيء، هذا راه واجب على كل واحد فينا يعني. لا الى الى ما عرفتي هو المحيط اللي عايشين فيه راه محيط. بقات لنا تقريبا دقيقه لكل متدخل، بقات شي اضافه على كيفاش ممكن انه الانجاح ديال هذا الورش الان تقريبا مرتقب انه شهر شو تنبير انه يبدا يعني التجنيد يعني الفوج الاول تقريبا 10,000 يعني مجند بواحد الميزانيه ديال 500 مليون درهم بالمال العام كما شرد ذلك السيد المساوي. كيفاش كل واحد فيكم كيشوف ممكن انه العناصر اللي خصها توفر لانجاح هذه العمليه؟ نبدا بك السيده توبالي. انا غير ما بغيتش تفوتني واحد النقطه، هو ان كاين المعفيين من اصحاب السوابق اللي دوزوا 6 شهر داخل القانون. هناك بين المعفيين اصحاب صوابق اللي قضوا 6 اشهر سجنا، هذه الفئه ما خصهاش تبقى بدون تاطير او بدون. انا كنقترح حنا ان باش ترجع للخدمه المدنيه او حتى الخدمه المدنيه لانها مرتبطه بالناس الحاملين الشواهد العليا، نبغي تفتح واحد الورش ديال تقنين الخدمه التطوع، لان بعض البلدان ما بقاش تشتغل بالخدمه العسكريه وحولتها للخدمه الاجتماعيه او الخدمه الوطنيه، وهي اللي كتستقطب فيها مجموع من الدروع المتطوعه او اليد العامله اللي كتقدم خدمات اجتماعيه داخل المراكز الاجتماعيه ديال المسنين، داخل المؤسسات اللي خاصه بذوي الاعاقه، داخل المؤسسات ديال الطفوله المحرومه. يعني هادو الشباب اللي كيكونوا، انا كنتمنى ان هاد الشباب اللي غادي يكون مقصي لانه كان عنده صوابق ما نخلوش في الشارع لتطوير الصوابق ديالو او لتطوير العمليات الاجراميه. يعني تخلق صندوق مشابه للخدمه المدنيه فيه تعويضات تقريبا رمزيه، وهما يقدموا هذه الخدمه على اساس انها تكون هي نوع من رد الاعتبار لانه تحول من شاب سلبي الى شاب ايجابي كيقدم خدمه من هامش المجتمع الى فاعل في المجتمع. سي بعدي انا بغيت غير نستغل هذا الوقت اللي بقى، بغيت نكمل العمليه باش نخلي الصوره واضحه. بعد ما كانت عندنا قاعه بيانات بدات عمليه الاحصاء،
قاموا الناس بملء الاستمارات، الناس اللي تدعوهم، سولتيني واش كاين الناس كيتطوعوا بالفعل اللي ما تمش دعوه ديالو يمكن وصلنا لمرحله الانتقاء او الادماج، هو اللي بغيت نديرها باش نكمل الصوره. على مستوى كل عماله واقليم كاين واحد اللجنه اللي غيترأسها العامل او عامل الاقليم الممثل قائد الحامل العسكري الممثل ديالو، فيها ممثل عن الدرك الملكي، طبيب عسكري، طبيب عن الصحه العموميه. هذه الدور ديالها هو تحصر هذاك الفوج لا العدد عفوا العدد ديال الناس اللي غادي يتم استدعائهم، سواء اللي خدينا من لاباز ديال وزاره الداخليه او اللي تقدموا طواعيه اما نساء او جاليه او افراد من داخل الوطن. وغادي تدرس كذلك هاد اللجنه الاقليميه غادي تدرس يعني طلبات الاعفاء هي اللي كتبت فيهم الاعفاء، وهاد القرارات ديال هاد اللجنه هادي العامل كيتولى يدخلها في الحاسوب وكتشوفوا العمليه. كاين عمل كاين اون باز دو دوني، كاين هذاك الشيء يدار بشفافيه واطار، وكاين اللجنه كتعمل وفق سميتو حتى القرارات كتدخل للحاسوب، ما كتبقاش اوراق، كتوصل للاداره المركزيه، كتوصل لاداره الدفاع، يعني المسائل كلها مضبوطه. ومن بعد كتوجه اوامر تجنيد للمجندين، المجند اللي كيشد الامر بالتجنيد اللي كتعدو السلطه العسكريه كيجي كيمثل امام لجنه الانتقاء والادماج. الى شافت هذاك السيد بانه مؤهل ابت يعني كديرو في الفوج، الى ما كانش عاد كنقولوا راه ابت ولا ماشي ابت، عاد كيقرروا في الدخول تاعو في الفوج ولا لا. نعم سي باسم خابر. انا نبغي نطرح الاشكاليه ديال ما بعد التجنيد. ما نساوش انه هذا الانسان ملي كيكون في التجنيد راه واكل شارب ناعس، وزيادة على هذا الشيء عنده مدخول، فإذا خلقنا ليه واحد الاحتياجات جديدة، فملي كيخرج من التجنيد وما كيبقاش عنده ذاك المدخول وكيولي عنده خصو يشري واحد العدد ديال الحويجات، واش كاين تفكير في المواكبة في التأطير؟ لأنه خاص مواكبة نفسية، خاص تأطير، خاص وزيادة على هذا الشيء، واش هذوك الناس اللي كيخرجوا من التجنيد واش كنفكروا أنهم يكونوا هما لي غولي، هما الناس اللي غاديين يوصلوا هذوك القيم ديال العسكريه اللي هما قيم ديال الانضباط، قيم ديال الاحترام، اللي غاديين يوصلوا هذه القيم من المؤسسه العسكريه لمحل السكنه ديالهم اللي هو الدرب. واش غاديين يوصلوا هاد الشباب؟ واش هما غاديين يستافدوا منهم للتاطير للتحبيب في المؤسسه العسكريه، بحيث انه هذاك الشيء اللي دوز هو في الجنديه يتحول من التكانه الى الدرب. نعم سي المستوى، اللي باقي عندك شي اضافه؟ انا بغيت نقول غير واحد القضيه تنظن مهمه من ناحيه النفسيه الاجتماعيه. واحد العدد ديال الشباب عندهم واحد الكراهيه بالنسبه للسلطه وبالنسبه للقانون وبالنسبه لكل حاجه اللي هي اطار. انا تنقول لهم بانه الرجل بمعنى الكلمه والمراه بمعنى الكلمه ما يمكن يكون رجل في تعامله مع نفسه ومع الاخرين الا ما كان في واحد الاطار، لانه واحد يقول لك انا حر ندير ما بغيت ونسرق ونضرب ونتحشش وكذا والى اخره، هذه ماشي حريه، هذه فوضى. الى كل شيء دار هذا الشيء هذا هو بنفسه غادي يكون في خطر. اذا هذا الاطار هذا شيء اللي هو مهم جدا لا ليه هو وتتعلموا في هذا الشيء ديال التجنيد. انا اظن بانه هذه غادي تكون تجربه هائله لحياه هاد الاشخاص هادو وللمغرب ككل. تنتمنى الله بانه كل واحد يدير مجهود باش نقيمه ونقومه. شكرا بروفيسور مساوي، سي باسم خابر، السيدة أمينة التوبالي والسي عبد الصادق بن عدي، أشكركم جميعا على حسن المشاركة وحسن يعني شرح هذه الأمور يعني كلها لإيصالها لأكبر شريحة ممكنة من المشاهدين. شكرا لكم مشاهدي الكرام على حسن المتابعة، وإلى اللقاء في فرصة مقبلة بحول الله.